بحاول ساعدكي بس تعب لانه الاستاذ دانيال حاسه ما فركشت قصده. روقي سما روقي، في مجال تهدي تهدي وتروقي شوي. انت مجنون انت؟ ايه بس دقيقه دقيقه، ما تفهمي انه هي مكافاه على اللي عملتي. رزين عبد سما خير شو في؟ رزين انكسرت، اكيد انكسرت. عم توجعي؟ كثير عم توجعني. طيب تعي. أكيد انكسرت. طولي بالك. عم توجعك كثير؟ عم توجعني كثير، أكيد انكسرت مو؟ لا طولي بالك. جيبوا لي شنطة الإسعاف بسرعة. ما بقدر أحركها. ما تحركي يا فريدي يا فريدي. أستاذ مالك أنت زعلت مني صح؟ أكيد لا. يعني أنا بس كنت عم حاول ساعدك بس تعب لأنه الأستاذ دانيال حسه ما فركشت قصده. روقي سما، روقي خلص. اهدي شوي. اه عن جد انا وين عم توجعك بالضبط؟ هون. انا عن جد اسفه استاذ مالك. ما تخافي، لك حدا يجيب شنطه الاسعاف، بدي ضل عيط. روحوا من وجهي، كل وحده على شغلها. انا عن جد اسفه، اسفه كثير. خلص سما ما تحكي شيء. اوخ لا. استاذ بدي اقول لك شيء، انا قبل ما تحكي بعرف اني بينت عم عيط وعلي صوتي بالشركه، بس هو انا ما كنت عم عيط، يعني قصدي اقول انه ما كنت حاسه على حالي اني عم عيط، يمكن لاني كنت كثير متوتره وما كنت نايمه كل الليل. طبعا ما عم برر او اقول انه هذا الشيء بسبب الشغل، بس اللي بحاول اقول لك يا انه احيانا بكون بدي اقول شيء وبيطلع من تمي شيء ثاني. ما بحس على حالي، ما بقدر اتحكم بحالي، وهذا الشيء بصير معي وقت كون كثير مضغوطه. انا اسفه وهذا اللي صار ما رح يتكرر، بس هيك. سما؟ نعم. انت مو قلتي لي انه كندرتك انتزعت بالمي؟ ايه مزبوط. حبيت أقدم لك هاي هدية. إلي أنا؟ هي إلي أستاذ يعني؟ والله كتير حلوة، يعني كتير كتير حلوة مو شوي. رح أقيسها معلي يعني، بس ماني مصدقة. عجبتك؟ كثير عجبتني، كثير كثير حلوه مو شوي يعني. ايه بس دقيقه دقيقه، ما تفهمي انه هي مكافاه على اللي عملتيه، هي هديه وبس. حاضر استاذ، ما عاد عيدها. مبروك. شكرا استاذ. شكرا. شان الله فهم، أنا ما سرقت، مو هيك تربيت؟ قلي قلي إنك مصدقني، إذا بدك تعصب عصب، فش قهرك، ساوي اللي بدك إياه، بس قلي إنك مصدق إنه أنا ما سرقت الكندرة.
احنا خسرنا شيء كثير مهم اذا ما ادري هالشيء. كندرة كانت اهم من ما بتتصوري. بعرف وعدت حالي ما وصلت بكي. تفضلي. معقول شو عنيدة؟ أنت العنيد. أنت العنيد اللي بتحكم على العالم من بعيد بدون حتى ما تتأكد من الحقيقة. تعرف شو أنت؟ مثل دارت بطل الكبرياء والهوى. أنت مثله تماماً. بتشوف القصص من وجهة نظرك وبس. مالك شو عم بيصير؟ مايا صديقتي بالشغل أنا وياها بس جايين نتغدى. أنا مستحيل إني خونك. عفواً بس يمكن شو عم تحكي أنت يعني؟ يمكن حضرتك ما تحكي ولا حرف. بليز ما تحكي شيء نندم عليه بعدين. لا أنا ما عم بفهم شيء. أنا مستحيل إني خونك. بتعرفي قد إيه بحبك. مايا أنا كثير بعتذر. بعتذر إنه عم يصير هذا الشيء بس صار. صار وبس. يلا سلام. بس طلعيني لبرا وقلي. في مجال تهدي وتروقي شوي. انت مجنون انت؟ شو بدك مني؟ نحن ما بنقدم هيك خدمات عنا بالمطعم. بعدين شو هذا عشو وغرام وشو بيعرفني شو؟ انا بس كان بدي اياكي تخلصيني من البنت اللي معي جوا. بعتذر على الطريقه. لك وحرام عليك. لك شوف البنت كيف زعلانه ومقهوره وانا شو دخلني لحتى تستغلني.